بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب، وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو حل أسئلة فصل المحاليل من كيمياء الصف الحادي عشر. أنا صف تظهير، أقدم محتوى تعليم على اليوتيوب، فلتتابعونا ولنبدأ على بركة الله. في البداية، ما هو المحلول المشبع؟ المحلول المشبع طبعا عندك عدة خيارات. في هذه الخيارات، في الخيار الأول محلول يمكن استيعاب كمية إضافية من المحلول عند الظروف نفسها، طبعا هذا الغير مشبع فقط حتى لو لنستفيد من كل الخيارات. محلول يحتوي على كمية من المذاب أكثر مما يلزم للإشباع عند الظروف نفسها، مخلوط غير متجانس، مخلوط في حالة اتزان ديناميكي، ولا يستطيع كمية إضافية، فإذا فهو في هذه الحالة، لأن المحلول المشبع هو في حالة اتزان ديناميكي. طبعا الاتزان الديناميكي هو حالة يتساوى فيها معدل الترسب مع معدل الذوبة، طبعا في هذا بالنسبة للجزئية الأولى. بالنسبة للسؤال الثاني، أي من الأيونات الآتية يرسب أيون CA؟ طبعا موجب 2 ايون الكالسيوم الموجب في المحاليل المائية. طبعا يرسب اي انه لا يحدث ذوبان، يعني ما هو طالما انه حدث ترسيب بمعنى انه لا يحدث ذوبان في هذه الجزئية، وهو الخيار ب. ولماذا؟ لان القاعدة، انظروا هنا في القاعدة الراء الخامسة، ان جميع الاملاح الكربونات والفوسفات والكرومات والكربيدات هي غير ذائبة، فبالتالي هي عندما تتحد مع الكرومات مع الكربونات ستكون غير ذائبة، وبالتالي هي سيحدث عملية ترسيب. طبعا بالنسبة للسؤال الآخر، أي من الوحدات الآتية تعبر عن ذائبية المواد الصلبة في الماء؟ طبعا هنا فالخيار هو طبعا جيم. لماذا؟ لأنه تعريف الذائبية هي الكمية التي يتم إذابتها في 100 جرام من الماء. طبعا أي من المواد الآتية تذوب في الهكسان الحلقي C6H12؟ طبعا وهو اليود، لأن الهكسان بشكل أساسي، طبعا هذه ليست من مواضيع الذائبية بشكل أساسي، لكن هنا ممكن أن تتعامل معها من ناحية القطبية والغير قطبية، لأن هنا يوجد مركب هو غير قطبي والشبيه يذيب الشبيه. بالنسبة لأضيف 148 جرام من الملح إلى 400 ملي ماء مقطر بدرجة حرارة 50 درجة، ثم رشح المحلوم وجفف الراسب، فوجد أن كتلته تساوي 40 جرام، أي أن هنا ما ذائبية المحلول؟ هنا كان المحلول 184، وعندما وصل إلى بعد عملية التجفيف والترسيب وصل لـ40 جرام. إذا سنقوم نعرف ما هي الكمية التي تم تبخرها، وهي عبارة عن 144 جرام. الآن ما ذائبية المحلول؟ هنا 144 تكافئ الكمية المعطاة لديك، وهي كانت 400، يعني تم إذابتها في ال 400 جرام من الماء المقطر. هو يريد منك أن تعرف الذائبية، طبعا الذائبية حسب تعريفها لابد أن تكون في 100 جرام من الماء، فبالتالي هنا سيحدث ماذا عندك؟ هو عملية مقص، ستقوم بضرب مقص، فسيكون عندك 144 ضرب 100، وستقسمها على 400، فسيكون الجواب هو دال، سيكون الجواب هو دال. بالنسبة لعلل، يذوب البروبانول، طبعا هي صيغة البروبانول، وهو عبارة عن، انظر، 1 2 3، هو عبارة عن 3 ذرات من الكربون. لماذا؟ لأن البيوتان حسب التسمية ميثان إيثان بروبان، بروبان بما أنه آخره OH فيكون من الكحولات فهو بروبانول في الماء، ورابع كلوريد الكربون CCl4.
4. طبعا الحل بالتأكيد سيكون كالتالي: لاحتواء البروبين على شق قطبي. طبعا الشق القطبي عزيزي الطالب وهو عبارة عن مجموعة الهيدروكسيل الأو اتش، وهذه بالتالي تعمل ترابط هيدروجيني مع الأكسجين، فبالتالي سيذوب في الماء. وأيضا يوجد أيضا شق هيدروكربوني وهو عبارة عن السي اتش، وبالتالي هذا غير قطبي مما يجعله يذوب في رابع كلوريد الكربون وهو غير قطبي حسب القاعدة التي تقول أنه الشبيه يذيب الشبيه. عند فتح غطاء أحد عبوات المشروبات الغازية نلاحظ انطلاق فقاعات الغاز، لأن عند فتح الغطاء يقل الضغط وبالتالي ينقص الضغط، تقل دائبية الغازات فيخرج الغاز من السائل، يخرج الغاز، وعند خروج الغاز سيخرج معه بعض الفقاعات على شكل فقاعات من السائل الغاز. طبعا آسف على هذه التعبير، هو فقط الفقاعات التي ستكون تخرج بسبب نقصان الضغط، لأنها في التالي سيقل الذائبية. تزداد ذائبية يوديد البوتاسيوم كيو في الماء بارتفاع درجة الحرارة. لماذا؟ لأن محلول الكيو هو محلول ماس، ونحن نعرف أن العلاقة طردية بين الذائبية الذائبية والمحلول الماس للحرارة، فبالتالي سيتزداد ذائبية المحلول المذاب، لأنه حيث يتجه المحلول باتجاه يخفف من تأثير درجة الحرارة، أي باتجاه تزداد فيه الذائبية، وبالتالي تذوب كمية إضافية من الملح. بالنسبة للسؤال الآخر الثالث، طبعا الآن هذا السؤال في الكتب الجديدة تم إلغاؤه، يعني بمعنى هذا الكتاب موجود لكن موضوع المعادلة الصافية لا يوجد في الكتب الجديدة، لكن هذا هو حلهم. إذا أردتم أن نقوم بشرحه اكتبوا لي في التعليقات وسأرسل لكم الحل. بالنسبة للسؤال الرابع، عندك شكل يريد منك عند أي درجة حرارة تساوي ذائبية نترات الصوديوم مع نترات البوتاسيوم. طبعا نترات الصوديوم هذه رمزها، نترات البوتاسيوم هي رمزها، أين نقطة التقاطع؟ لو قمنا بإنزال سهم هنا على محور السينات، لأن محور السينات هو عبارة عن درجة الحرارة، فإنه تقريبا ينصف المسافة بين 60 و80، فهي عبارة عن 70 درجة. ما مقدار ذائبية السكر؟ السكر وهي عبارة عن شجر، الذائبية عن 60 درجة. لو قمنا برفع هنا من محور السينات، أين يلتقي؟ تقريبا قبل 300 درجة، أي تقريبا عند 290 جرام من الماء. ما أكبر كمية من كلوريد الصوديوم يمكن أن تذوب في 1 كيلوغرام من الماء عند درجة 100 درجة؟ انظر عزيزي الطالب، ما أكبر كمية من كلوريد الصوديوم؟ طبعا كلوريد الصوديوم هذا هو، انظروا هاي كلوريد الصوديوم يمكن أن تذوب في 1 كيلوغرام من الماء عند 100 درجة. طبعا الكلوريد كما ترون عند 37 دقيقة فقط، انظروا هنا تقريبا المسافة لكلوريد الصوديوم هنا مثلا 60، المسافة هنا أقل أو أكثر بقليل، تقريبا هي 37 جرام. طبعا في الامتحانات يقربها لك بطريقة صحيحة. فعند 100، هي هنا 100، ماذا تقابل على محور الصادات؟ تقابل تقريبا هي 30، وهنا 40، تقريبا 37. طبعا هو يريد في 1 كيلو، طبعا لا اتعامل بالكيلو، انا طبعا ستعامل بالجرام. طب ال 100 جرام كم تقابل؟ يعني هنا ستكون انت 37، ستكون كالتالي 37 تقريبا تقابل 100، ال 100 درجه تريد هنا، تريد اكبر كميه من كلوريد الصوديوم. هنا سين، طب لو كان عندي 1000 ساقوم بضرب مقص، وبالتالي سيكون الجواب هو 370 جرام. هكذا عزيزي الطالب نقول قد انهينا هذه البطاقة، الشرح السريع بناء على طلبكم، نرجو ان تسامحونا ان قصرنا في اي جزئية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا ان تدعمونا بزر اللايك.